مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. كان السيف أشهر الأسلحة التاريخية على مر العصور، وكان المحاربون القدماء يتباهون بأسماء سيوفهم ويطلقون عليها أسماء تدل على قوتها ومكانتها لديهم. وعلى مر العصور هناك سيوف مميزة ما زالت تقبع في المتاحف تروي قصصاً عن بطولات أصحابها، لذا ستعرض لكم قناة سؤال اليوم أشهر 10 سيوف في التاريخ البشري. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. هيا لنبدأ. السيف ذو السبعة تفريعات. يرجع السيف إلى أسرة بايقجي، وهي مملكة قديمة تقع في جنوب غرب كوريا في القرن الرابع، حيث كانت تسيطر على المستعمرات في الصين ومعظم شبه الجزيرة الكورية الغربية. أما السيف فيبلغ طوله 74.9 سنتيمتراً مع 6 نتوءات تشبه الفروع على طول شفرته المركزية. ولكن الغريب أن السيف لم يصنع للحروب، ولكنه قد صنع من أجل الاحتفالات. السيف هو صلة تاريخية هامة، ويظهر أن هناك علاقة بين بلدان شرق أسيا في هذه الحقبة، ويقع السيف السبع الأصلي حالياً في ضريح إسنوكامي في محافظة نارا في اليابان. سيف شارلمان. هو السيف الشخصي لشارلمان، وهو الذي كان يستخدم في تتويج ملوك فرنسا، يطلق عليه اسم لاجوايوز. يرجح أن استخدامه لأول مرة كان لتتويج فيليب أوغست في عام 1179، ولكن ذكر لأول مرة في تتويج فيليب الثالث عام 1271، وهو الآن موجود في متحف اللوفر في فرنسا، وإن كانت نسخة أخرى منه موجودة في فيينا. سيف تيزونا. هو السيف الذي استخدمه إلسيد للقتال ضد البربر، وإلسيد كان قائداً ناجحاً عسكرياً ودبلوماسياً، وكان قائد الجيش في عهد ألفونسو السادس، وهذا السيف هو واحد من القطع الأثرية الغالية في أسبانيا، ويصل طوله إلى 103 سنتيمتراً، أما وزنه فيصل إلى 2.5 كيلوغراماً، وهو معروض حالياً في متحف دي بروكس في إسبانيا. سيف وولوس. إنه سيف الفارس الإسكتلندي الشهير ويليام وولوس، قائد المقاومة ضد إنجلترا خلال حروب الاستقلال الإسكتلندية، وهو موجود في النصب التذكاري الوطني في ستيرلينغ واسكتلندا، يصل طوله إلى 132 سنتيمتراً ووزنه إلى 2 كيلوغراماً، ويعتقد أن السيف تعرض للعديد من التغيرات خاصة فيما يخص مقبضه الذي كان في الأصل من الحديد المطلي بالذهب والمغطى بالجلد. سيف نابليون. في عام 1799 أصبح نابليون بونابرت القائد العسكري والسياسي لفرنسا، وذلك بعد انقلاب عسكري. وبعد 5 سنوات من ذلك أعلنه مجلس الشيوخ الفرنسي إمبراطورا. وفي العقد الأول من القرن التاسع عشر عاش نابليون في صراع مع كل القوى الأوروبية الكبرى، وبعد سلسلة من الانتصارات أصبحت فرنسا المهيمنة في القارة الأوروبية. ولكن عام 1812 ارتكب نابليون خطأه الأكبر عندما قرر غزو روسيا، حيث عام 1814 تم القبض عليه ونفيه إلى جزيرة ألبا إلى أن توفي في سانت هيلانا. وقد حمل نابليون خلال معاركه دوما مسدسا وسيفا شهيرا، وفي صيف 2007 تم بيع السيف المصنوع من الذهب بمبلغ 6 مليون دولار. استخدم نابليون هذا السيف في معاركه، ثم قدمه هدية لأخيه في زفافه عام 1800، وتم توريثه من جيل لآخر حتى تم إعلانه كنزا وطنيا عام 1978. سيف توميوكي ياماشيتا. كان توميوكو جنرالا في جيش اليابان الإمبراطوري خلال الحرب العالمية الثانية. قام بغزو مالايو وسنغافورة، وهزم القوات البريطانية خلال 70 يوما. كان يمتلك سيفا شخصيا يحتوي على شفرة صنعها صانع السيف الشهير فويوغورا كانيغاتا في وقت ما بين 1640 و1680. يقبع السيف الآن في متحف ويست بوينت العسكري، حيث يحكي قصة هذا الجنرال العظيم.
سيف الرحمة. إنه سيف إدوارد المعترف، أحد ملوك الأنجلو سكسونيا، يتميز بشفرته المكسورة في إشارة إلى الرحمة، وهو جزء من مجوهرات التاج الملكي في المملكة المتحدة. في العصور القديمة كان حمل هذا السيف امتيازاً يمنحه الملك، ومنذ تسميته بهذا الاسم أصبح هذا السيف رمزاً للرحمة، ويستخدم في الاحتفالات الملكية فقط، ويعتبر من القطع النادرة التي نجت من الإتلاف في عهد أوليفر كروميول الذي كان يعتبر التحف القديمة خردة ويأمر بتذويبها. سيف ذو الفقار. كان السيف ملكاً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أهداه إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أول سيف صنع في الإسلام. السيف موجود حتى الآن ومحفوظ في متحف توبوكابي في اسطنبول بتركيا، أما أصل التسمية فقيل إنها بسبب شكل هذا السيف، إذ كانت في وسطه فقرات كفقرات الظهر، وقد خاض به غزوات ومعارك وفتوحات كثيرة. سيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت كتب السيرة أن للنبي صلى الله عليه وسلم 9 سيوف، ولكن هناك سيف واحد مؤكد أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الفقار، وهناك أيضا سيف المأثور. تذكر كتب السيرة أن هذا السيف هو أول سيف امتلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورثه عن أبيه عبد الله بن عبد المطلب، ومن مواصفات السيف أن غمده ومقبده مرصعان بالجواهر، ومكتوب على نصله عبد الله بن عبد المطلب، وطوله كاملاً 95 سنتيمتراً، موجود في متحف في قصر طوبقاباي في اسطنبول بتركيا. وفي النهاية اترك في التعليق اسم الموضوع الذي تريده معنا في الحلقة القادمة، وسنقوم بتنزيل جزء عنه إن شاء الله. ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة، وهذا الفيديو خصوصا الذي يحكي عن قصة النمرود، أول من سجد لإبليس. شكرا على المشاهدة. النمرود هو من أعظم الملوك الذين حكموا الأرض ومن عليها، وهو أول من تعلم السحر على يد إبليس شخصيا، وأول من ادعى الألوهية. وقد نشأ النمرود في أرض بابل، وكما نعرف أن أرض بابل هي من أعظم الحضارات الموجودة على مر التاريخ. كان النمرود واحداً من أعظم الملوك الذين حكموا الأرض القديمة، آتاه الله من كل شيء.